حل مشكلة فشل السحب في تطبيق كوي لما تيجي تسحب فلوسك. بعض الأصدقاء طلبوا مني الموضوع ده من فترة، لكن إن أنا كنت بأجله لأن المشكلة مش واجهتني. فالفترة الأخيرة واجهتني المشكلة وهقول لك الحل، والحل سهل جدا يعني ما فيهوش مثلا أقول لك أنا ومش أنا والكلام ده كله. لكن قبل ما أروح للكلام ده كله والتفاصيل، أنا عايز تصلي على النبي، تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك التيك توك الانستجرام، كل الحاجات دي هسيبها لك تحت الفيديو، كذلك قناتنا الفيلم في حدوتة، ملخصات أفلام وحاجات عظمة. دلوقتي نقول يلا بينا. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. بص، هو انت بالطبيعي لما بتيجي تسحب فلوس بتدخل بتعمل سحب، تمام؟ بيبدا ان انت او بتوصل لمشكله فشل السحب زي ما هو قدامك كده في الصوره. طب هتعمل ايه؟ هو زي ما هو مكتوب لك كده، بيقول لك حاول بعد 24 ساعه للامان بتاعك. فانت هتسمع الكلام وبعد 24 ساعه تمام هترجع وتعيد المحاوله وتسحب او تشحن رصيدك. وانا عملت كده والموضوع والفلوس وصلتني. خلي بالك الموضوع سهل جدا يا جدعان. طب نفترض ان انت عملت كده وما نفعتش معاك الطريقه، تعمل ايه؟ انا لو مكانك هعمل ايه؟ هفتح ايميلي او الحساب بتاعي على موبايل تاني، تمام؟ دي حاجه. طب عملتها برضو وتستنى 24 ساعه، دي حاجه مهمه جدا. طب عملت الحاجتين دول وما نفعوش برضو، طب هعمل ايه؟ تغير شبكه الواي فاي، تفتح داتا، الحاجات دي كلها. بس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. هو فيديو صغير بسيط. لو انت عندك اي موقع او عندك اي تطبيق عايزني نتكلم عليه سيبه تحت في الكومنتات، ولو عندك اي موضوع خارج الصندوق برضو سيبه هنتكلم عليه ايا يكن. بس كده صاحبي، واشوفك ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.